السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم من جديد. أنا رحماني الشيخ. النهاردة بإذن الله هنعمل أول جزء من العروسة روزة. بإذن الله هنعمل مع بعض الدراعات، تمام؟ زي ما اتفقنا هنزل الفيديوهات صغيرة علشان تنزل على طول، أحاول أنزلها ورا بعض، تمام؟ وعشان تبقى صغيرة كمان تقدروا تشوفوها يعني أكتر، تمام؟ طيب يلا بينا نبتدي بإذن الله. طيب هنعمل دايرة سحرية، تمام؟ دايرة سحرية فيها 6 حشو. أنا الدايرة السحرية بتاعتي مش دايرة ومش دايرة سحرية وكده، أنا بعملها الحقيقة عشان تبقى مقفولة أكتر. بعمل سلسلتين، 1 2، تمام؟ بشد الخيط وبدخل في أول سلسلة أنا عملتها وبعمل فيها 6 حشو، بتبقى مقفولة معايا ومحكومة. 1 2 تلاتة أربعة خمسة ستة. هاخد معايا الخيط علشان يعني مش هاخده على طول، بس هاخده معايا علشان ايه، يبقى جوه الشغل، تمام؟ يتثبت أكتر. طيب دلوقتي الدور التاني بيبقى هنعمل 2 تزايد حشو مرتين، تمام؟ هدخل في أول غرزة اهي، هعمل تزايد، وهدخل في التانية وأعمل تزايد، تمام؟ بعد كده هعمل غرزة حشو، بعد كده هعمل 2 تزايد. ادي 1 2 وادي حشو، تمام؟ بعد كده هنعمل من 3 لـ7 5 أدوار حشو سائح. طبعا هنحط ماركر، تمام؟ دول كده معانا 10 غرز. هنعمل 5 أدوار حشو ثابت عليهم، تمام؟ على 10 نحط ماركر ونشتغل. 1 2. طيب انا هخلصهم الـ5 ادوار وهرجع لكم تاني، تمام؟ الدور رقم 8 هنعمل فيه 3 حشو تناقص مرتين، تمام؟ دي 1 2 3 وادي التناقص، تاني 3، تاني مجموعة، 1 2 3 وادي التناقص عشان اللي يعني لسه في ناس مبتدئين لسه، تمام؟ اهو بندخل في الغرزة فيها 2 لوب، فيها طرفين، لا يعني اظهر شوية الفوكس غلس شوية، فيها طرفين، طرف أمامي وطرف خلفي. بنخش في الطرف يعني اظهر بقى، بنخش في الطرف الأمامي اللي ناحيتنا من أول غرزة، تمام؟ أهو، ونشد وندخل، ثواني الفوكس غلس شوية، أهو ونشد وندخل في الطرف الأمامي بتاع الغرزة اللي بعدها برضو، أهو بقوا 2 معانا، هنسحب منهم. بعد كده نسحب من الاتنين دول كمان، الفوكس غلس قوي، تمام؟ كده دول بقوا معانا 8 غرز حشو. هنعمل عليهم 22 دور حشو ثابت، وبعد كده هنعمل منزلقة ونقطع الخيط، تمام؟ انا هخلص الـ22 دور وهرجع لكم تاني، تمام؟ انا كده عملت اهو 22 دور حشو على الـ8 غرز، تمام؟ دلوقتي الدور رقم هو زي ما احنا كده وصلنا لحد الدور رقم 30، تمام؟ كده الدراع معانا 30 دور. على فكرة الباترون كبير، الباترون مش صغير، بس هو الخيط رفيع، تمام؟ كده خلاص احنا كده خلصنا الدراع. هنعمل منزلقة، منزلقة
منزلقة، وهنعمل سلسلة تأكيد كده بس، ونشد ونقطع الخيط بس، نشد دي كويس بس كده، خلاص الدراع معانا خلص. هنعمل من ده 2 تمام، وكده نبقى خلصنا الدراعات، واشوفكم بإذن الله الفيديو الجاي هنعمل فيه القدم. السلام عليكم. ما تنسونيش بقى من تفاعلكم لايك وشير وسبسكرايب لو انتوا لسه ما شفتوش القناة يعني، ولسه جداد وكده، تفاعلكم هيخليني اشتغل اكتر. تمام، يلا سلام عليكم.